عندما يكون عندنا احنا أزمة تخلف في الذهنية العامة للمسلمين، عندما نجد هناك أزمة خرافة في أكثر من موقع، في كثير من الناس عم يحاولوا أنه يدخلون الخرافة في أذهاننا وفي فكرنا، كيف ما بتحكي؟ عندما تكون عندنا أزمة غلو، هم عندنا أزمة غلو، ناس بالنسبة إلى أهل البيت وصل كثير من الناس إلى حد شوية أقل من الله. احنا بنسمع الآن بجلس عاشوراء أنك إذا عندك حاجة اطلبها من أهل البيت مش من الله، وأهل البيت هم يطلبون حاجاتهم من الله. الله يقول هو ادعوني أستجب لكم. عندما المجتمع أو عندما ترى ظلما واستكبارا، لذلك احنا كنا نقولهم المسألة عمي مش محمد حسين فضل الله، محمد حسين فضل الله مرحلة مثل الذين سبقوه والذين يأتون بعده. احنا ما نشتغل محمد حسين فضل الله، نشتغل الإسلام، واحنا الإسلام مستعدين نضحي في سبيل الإسلام. خلي الناس تشتم، خلي الناس تتهم، خلي الناس تسب، خلي الناس ما تيجي تصلي جماعة، مش مشكلة. هذه مشكلة مثل ما كلمة أمير المؤمنين ونحن تراب أقدامه، وهو يشير إلى نعله إنها أعظم من إمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا.